السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد وهزار الدين رجعتيكم بفيديو جديد للسيزون 8 يا شباب. وصل في هذا الفيديو راح نستعرض سكنات الباتل باس والعرض تبع الباتل باس وردة فعل عليهم، وراح تشوف كمان أول جيم بلعبه بالسيزون، كان أغرب جيم بلعبه في حياتي. كل السيرفر ملقلق وكلهم قاعدين بيطلعوا من الجيم وفزنا، يعني يعتبر أسهل فوز بالتاريخ. بدون ما نطول أكثر، إذا حبيت تشتغل الباتل باس يا ريت تستخدموا كودي HZD، 3 حروف فقط بتساعدهم بشكل كبير. بس لا تنسوا اللايك والاشتراك وليتس جو. أوكي. اوكي على طول على الاعلان هذا بعد الدمار اللي صار. في سكن غريب كان وراه. هذا سكن ايش هذا؟ مكعب، كان في شي جوا المكعب او حد جوا المكعب شايفهم. اوه هالنوع، ابعد يا هبله. راحت، راح فحصها. وات؟ لا تقول لي بكون هذول بالماب. يا رب ما يكون بالماب هذول زي الحيوانات. ها وات، معقول هيك الماب صار؟ انجولا، انجولا غواصة زمان عنها. وهذا ال من 7. اوكي بدل باس. كان المكعب بحكي. هذا السكن كان مسرب هذا على اليمين. شو هاي السمكة؟ لا والله هذول شكلهم بكون بالماب. اوكي. اذا حدث جلاكتوس هذيك ما رجعت. اوكي بوم موجود مبدئيا. اوكي هاي برضه قديمة. في اسلحة جديدة والله. مين اللي بحكي هيك؟ هذا المكعب؟ اوكي سكنات باتل باس. هذا السكن، السكن اللي هو هذا البنت كان مسرب سكن رائع والله. ايش بدكم مني؟ شو عملكم انا؟ خلاص ماشي شكرا. ديم يا سكن، هات نشوف البت الباس يا حبيبي. بدي اشوف البت الباس، بطلع من اللعبة هسا. اوكي طب كيف بدنا نشوف ستايلاته اشي؟ طيب بدنا نشوف ستايلاته. هذا ايش؟ اوكي ايش في ايش ممتع؟ هاي رقصة ديم حلوة، حلوة حلوة حلوة، هاي رهيبة. هذا ايش هذا؟ ضارية ولا اكس؟ اكس شكله. طيب هون يا حبيبي بديش اياها. اوكي هذا الستايل الثاني يب والله رهيب رهيب رهيب. يسكن هذا جد. هاي ايش هي ضاريته؟ طيب ما في شي كمان. هذا ما اتوقع ايش ستايل. ها حلو برضه يسكن والله. لا ايش سوينا؟ هذا ستايل ثاني له. هاي ايش هاي؟ اوكي ما علينا، ما شفنا شي كمان. الستايلات لا اله الا الله. خلاص خلاص فهمنا. الوان انا الوان، ابعد عني. لا حول ولا قوة الا بالله. اوكي
طيب دايم هاي مطلعي ولا ايش؟ هاي جلايدر هو واقف فوقها معقول؟ هذا السكن اللي قلت قبل مرة ايش شكله؟ اوكي هاي السكن محلاها او البنت محلاها، السكن مش حلو. طيب ايش في كمان؟ دايم والله دايم يا الحركة هاي كمان مرة دايم، بس هاي بلتن بس هي تقدر تستخدمها. مش هذا شو اسمه هذا اللي عملوا فينوم اسمه اللي عملوا الفيلم، بس هذاك اسود نزل سكني له هو اصلا. طيب بعدين بس هذا هو البتل بس. اوكي هذا سكن احلى شيء بالبتل بس، هي هاي ستايل الثاني. لا ايه معي اشي، هذا ايش عطوني؟ رين بعطوني واحد نوك عشان السمك المعاق هاي تونة شو بينقي واحد انا ايش فيه؟ والله بينقي 7 11. خلصت لقيت صندوق بس عندي تأخير، بينقي وهمي هذا. اخذ كمان من هاي، هو بقول لك هاي بتعمل تصويت عشان يرجعوا السلاح المحطوط. هاي محطوط. شوف شو مبدأها هاي، بقول لك السلاح المحطوط صورته هو انه بتعمل تصويت عشان يرجعوه. احي البنج ايش فيه؟ بنج 1000. بنج 1000 انا وانا شكل سيرفرات ماك الخرا. بنج بس بنج كم واحد ومعلقه اللعبه عندي. هسه بمشي بنفس المحل انا، هسه كلهم بيطلعوا بنضلنا انا وياك بنفوز الجيم. تخيل بس في لاج، بقول لك قبل شوي بينجي واحد واللعب ملقلق. اي يبي خلينا نجول البوش انا. اي بينجي 20 6 بينجي بينجي 6 بينجي 12 والله العظيم 6. رجع ارتفع. هاي بيع، هاي مش بيع، هاي بقول لك شايف الخلاط هذا اللي عليها، بقول لك كل فتره راح يحطوا سلاح قديم ويجوا الناس يصوتوا بالذهب لما تصوت عشان يرجعوا السلاح يعني او لا. لما بدفع 50 ذهب 50 ذهب 50 ذهب بعطيني مني، كان بعطي مني يمكن بس تدفع بعطيك اشي والله هدية. بقول شو انا هيك هيك في صورة حيوان. ها ديناصور ديناصور جمع عليك. شلته بعرفش كيف، بس مش زي اللي يحطوا لك فروت فيها. كان ظبط البنك، بنك واحد ممتاز. لا في ناس كان خرا. هذا مش ملقلقين. هو مكسو، اوه يما شفت ليزرته وانا ملقلق. الثاني مكسو شيلته. اتوقع. وين 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 يس عدينا. فايت اللقلقة. ملقلق ماكل خرا. كيف الواحد بالاول؟ هاي دمشنا من ورا الحيط. هو مكسور شيلده الثاني. سبحان الله يا كم. نوك 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 بتدمج والله. لا فاخذ موارد بس وينه؟
هي عندك احمد يعني وين بدي اخذ موارد بس معيش موارد لا ايه فوق عندي 150 كامله بالليبر وينك وينك حرام لا يا يعني. 150 في الليبر مفنشه احمد جيمك ضايل واحد يا عمري بط